للصوم في الإسلام فضائل كثيرة، منها أنه سبب لمغفرة الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائله أنه سبب لاستجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. ومن فضائله أنه سبب للشفاعة يوم القيامة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.